مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املى قلبك بالاماني والامل والامنيات، البنين ويا البنات. مركز كرة عين للخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املى قلبك بالاماني والامل والامنيات، البنين ويا البنات. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل خير. لقاء يتجدد مع دكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وعضو الجمعية المصرية للتكاثر، وعضو الجمعية الأوروبية الأمريكية للخصوبة، وعضو جمعية الشرق الأوسط. دكتور، أنا برحب بحضرتك في هذه الحلقة. طيب دكتور، الحلقة دي بعد إذن حضرتك هنخصصها لأسئلة مشاهدينا الذين تواصلوا معنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى جميع الوسائل الاجتماعية. السؤال الأول يا دكتور، سيدة متزوجة 36 سنة لم تنجب، عندما جاءت لتعمل حقن مجهري عملت تحليل مخزون تبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية، الدكتور قال لها ما عندكيش مخزون تبويض كده، ما ينفعش. تعمل ايه يا دكتور؟ سنها كم سنة ساعتها؟ 36 سنة. 36 سنة. طبعا انا بطمن الست دي انها ما تاخدش بهذا التحليل، يعني تمام، لان هي بتتكلم دلوقتي السؤال ده رده على مخزون المبيض من البويضات، و 99% من معظم الاطباء بياخدوا بتحليل الاي ام اتش اللي هو تحليل المخزون المبيض، وده خطا قاتل. الاخذ بتحليل مخزون التبويض خطا، الاي ام اتش ده تمام خطا قاتل تمام، لان معظم الدكاتره بيعملوا في معامل محترمه جدا، وتطلع التحليل مثلا 1 من 10 2 من 10، وده يقول لها مالكيش امل في الحمل اطلاقا، وهذا التحليل معظمه فيه فلسس وخاطئه جدا. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، عشان اخد بقى لمخزون المبيض قدامي ثلاث حاجات. اول حاجه كشف السونار العادي والفحص المبيض لحاجه اسمها الاي اف سي، وده اهم بكتير جدا من الاي ام اتش. الاي اف سي ده هو ايه يا استاذ علي؟ الاي اف سي اللي هو الانترال فوليكل كاونت، عدد البويضات اللي بشوفها في المبيض بعينيا، رؤيه العين. رؤيه العين تمام. انا بفحص المبيض بشوف حاجه في المبيض ده، ثلاث حاجات. حجمه قد ايه؟ المبيض بتاع اللي ما فيش فيه بويضات بيبقى حجمه قليل جدا، سنتي في 2 سنتي تمام، بيبقى ده معناه ان هو فضي. فضي، لان طول ما هو مليان حجمه هيتسع، اما يبقى فاضي هيبقى صغير. تمام. فانا بشوف الانترال فوليكل كاونت اللي هو بعد عدد البويضات في قلب المبيض. انترال فوليكل كاونت عدت الثلاثه والاثنين، ده مخزون مبيض كويس مهما قال الاي ام اتش. مخزون برؤيه العين المجرده، ادي اول حاجه. تمام. الحاجه الثانيه، بعمل تحاليل هرمونيه الاي اف اس اتش والاي 2. الاف اس اتش والاي 2 طبيعيين، لا انظر اطلاقا للاي ام اتش. تمام. ليه؟ لان المعامل بتختلف فيه من معمل لاخر، وفي معامل محترمه جدا في جعل ذكر اسمها تمام، وعاليه السمعه جدا في مصر،
وتحليلها معظمها خاطئه. خد بالك دي كارثه يا دكتور، كارثه كارثه. ده انا بيجي لي حالات يا دكتور علي يا استاذ علي، بيجي لي حالات الام اتش بتاعها 1/10 وتطلع لي 7-8 بويضات. طب كيف يعني تحليل خاطئ 100%؟ طبعا كيف يعني يستقيم الحال هنا يعني؟ والناس دي اتقال لها مالكيش فرصه في الحمل اطلاقا. كلام خاطئ، واقسم لك بالله ما بكذب في هذا الكلام. صادق دكتور. ولا هدف ان اتاجر بيه. يبقى الاخت نهى، مش هقول طبعا بيت الاسم، لكن ابنه 36 عام، انت في ايد امينه لا تلتفتي الى تلك الشائعات او تلك الاقاويل التي قيلت لك. عليك ان تتابعي مع الدكتور عبد المعطي لان الامل لا يزال قائم، انت مرشحه بقوه للحمل ان شاء الله. طيب رناد من فلسطين يا دكتور، متزوجة من 5 سنوات، المشكلة أن زوجها عدم تواجد حيوانات منوية نهائيا، لا بالفحص العادي للسائل، وقامت بعمل أمالين مصطلح كده في فلسطين، يعني جزء من الخصية، لم نجد أي حيوان منوي. الهرمونات وحجم الخصية ونسبة اللزوجة طبيعية جدا. هل لديكم علاج أو جهاز لإخراج حيوانات منوية بطريقة حديثة؟ السؤال ده من رناد من فلسطين. ده سؤال جميل جدا. اللي هو عملية فحص الخصية بعينة، عينه من الخاصيه دي لازم ما دام عندي هرمونات سليمه، تمام، هرمونات المريض ده سليمه 100%، حجم الخاصيه طبيعي، في 80-90% من الحالات هلاقي فيها حيوانات منويه. 90 ده بس لازم اعمل حاجه اسمها استكشاف الخاصيه كاملا بجهاز الميكروسكوب الجراحي. خدت بال سعادتك؟ ما ينفعش عينة اخد حتة كده وارحللها. في 90% من الحالات دي اللي بتقال لها ما عندكيش حيوانات منوية، ما بنعمل لها استكشاف للخصية، تمام، بالميكروسكوب بنلاقي فيها عندها حيوانات منوية. اذا الاخت رناد من فلسطين، استكشاف الخصية كاملا عن طريق الميكروسكوب الجراحي، هذا هو الامثل دكتور. هذا الامثل. افرض بقى ما لقيناش الخلية الجذعية الحالتين، خلينا نعمل حلقه دكتور عن الخلايا الجذعيه، لان الموضوع ده يعني هيفجر. هي نسبته ضعيفه جدا، ولكن حل من الحلول. بس حل من الحلول، بس نسبتها ضعيفه جدا، يعني نسبتها لا تقل عن 10%، لا تزيد عن 10%. بس فيها حالات نجحت فيها، نجحت فيها. طيب. حالات نجحت فيها بس النسبه ضعيفه جدا. وبتستغل استغلال في مصر استغلال سيء جدا، ان احنا بنستغل حاجه المريض عشان ناخد فلوسه يعني. لكن انا ما بعملهاش لغايه دلوقتي، ما رضيتش اعملها دلوقتي، لغايه دلوقتي ما عملتهاش. ليس من باب المديح، ولكن انت صاحب رساله دكتور بالمقام الاول، وانا بشكرك على النقطه دي. طيب الاخت امل جبر بتقول: لو سمحت يا دكتور عبد المعطي، انا حامل في الشهر السادس وفي لبن في صدرها، هل ده يسبب مشكله ولا ده طبيعي؟ ده طبيعي. طبيعي، طبيعي. في الشهر السادس والسابع بيبدا يظهر الثديين، يبدا يفرزوا الكولوستروم اللي هو مسمار بتاع الثديين، عشان يستعد لإرضاع هذا الجنين القادم. يعني المصنع الرباني بيبدأ يؤهل نفسه للبيبي اللي جاي. طيب أيضا الأخت أم نجلاء بعت لحضرتك، أو الأخت أم نوجة يعني، عشان السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور عبد المعطي، أنا عملت المنظار الرحمي اليوم 9 من الدورة، والمفروض أني هبتدي تنشيط الدورة اللي جاي، لكن أشعر من أسبوع بوجع في منطقة الصدر، هل هذا طبيعي بعد المنظار؟ أنا الآن في اليوم 20، ممكن أسأل عن الرياضة في الجيم، وممكن أسأل عن الساونا؟ يبدو أن السيدة يعني رياضية بالمقام الأول. الساونا تؤثر على المرأة في فترة التبويض أو فترة ما قبل الدورة بأيام؟ إطلاقا. إطلاقا، لا تؤثر على التبويض ولا تؤثر على الحمل، ولكن وجع الثديين هنا ملحوظة أقولها، أن هي لو عاملة منظار رحمي غالبا بتاخد أقراص منع حمل. تمام. يعني اللي بتعمل منظار رحمي غالبا بتاخد أقراص منع الحمل. أقراص منع الحمل، وبالتالي هو ده اللي بيؤدي لوجع الثديين، مش المنظار. ليس له علاقه بوجع السرير، تمام، ولكن الاقراص اللي بتاخدها هي اللي عامله الم في السرير. طب الحاله هنا تقوم بمنع الاقراص وتشوف وسيله اخرى؟ لا، هي هتخلص اقراص ولما تنزل الدوره خلاص الوجع هيروح. طبيعي هيروح. تمام. طيب دكتور، في هنا برضو يعني هي بعتة بتقول ان الرحم لديها المقرن اللي هو ذو القرنين، يعني ذو القرنين، هل ده عادي؟ ونسبه الولاده في السابع كام في المية؟ وش معنى السابع يعني؟
ده حقيقة مش مسألة سابع. الرحم ذو القرنين في 80% من الحالات معرض لولادة مبكرة. معرض لولادة مبكرة. بيبقى مصحوب الرحم ذو القرنين دايما مصحوب باتساع عضلة عنق الرحم. تمام. بضعف عضلة عنق الرحم. وما فيش حاجة اسمها رحم ذو قرنين وما عملش عملية ربط لعنق الرحم في هذه السيدة. تمام. إذا السيدة اللي عاملة ربط يبقى تفادت مشكلتها. تمام. إذا مش عاملة ربط يبقى مشكلتها قائمة. مشكلتها لا تزال قائمة. يعني المفروض تاخد علاج مثبطات للرحم ده مهمة جدا. تمام. عشان ما يجيلهاش طبق مبكر. تمام. وما فيش حاجة اسمها تولد في السابع. أولا في السابع نسبتها لا تقل عن 40-50% ممكن تولد في السابع. أو في السادس. فهي المفروض ما دام مشخص على ان الرحم مقرن وطبعا دي ما بتعرفش لو هي مش حامل خالص صحيح صحيح ده كان المفروض الطبيب بتاعها اعدها لعمليه ربط العنق الرحم واديها الادويه الخاصه اللي تمنع الولاده المبكره. تمام. لكن انا ما استناش لما الفاس تيجي في الراس ونتكلم وهننتظر للرمق الاخير. هذا امنع هذا الطبيب المعالج اللي بيتابعها ده المفروض يكون عارف هذا جيدا. تمام. يعني الشكر موصول للدكتور عبد المعطي السمنودي استشاري امراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري، عضو الجمعيه الاوروبيه الامريكيه للتكاثر وعضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه. انا بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا، وشكرا لهذا الوقت المستقطع على اسئله مشاهدينا من فلسطين ومصر والسعوديه والكويت. يعني الحقيقه يعني الناس تتواصل ويعني الدعوات على الفيسبوك كثيره ومختلفه. يعني ايضا نصيحه اخيره لكل مشاهدينا الكرام، عليكم ان تختاروا الأماكن السليمة، الأماكن العلمية المتخصصة. قرة عين لأمراض النساء والتوليد والعقم هو أحد هذه المراكز المتخصصة، وبه نخبة من الأطباء يترأسها دكتور عبد المعطي السمنودي. شكرا جزيلا لحضراتكم، اللقاء متواصل في حلقات قادمة بإذن الله. البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املا قلبك بالاماني والامل والامنيات. البنين ويا البنات. مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على اعلى مستوى، اكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري واطفال الانابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املا قلبك بالاماني والامل والامنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين للخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. لو عايز تنتج او تصور اعلانات، خدمات طبية وفندقية على أعلى، فعاليات ومؤتمرات، توليد بالدقائق، فيديو كليبس، جرافيك، برامج تلفزيونية، تسجيلات صوتية ومرئية، تسويق البرامج والإعلانات مع شركة الشريف ميديا لاين، الرؤية الإخراجية بلمسة فنية، الشريف ميديا لاين، أسعار تشجيعية وتنافسية، سرعة الإنجاز وأفضل الأعمال، خبرات متميزة في الكادر المهني مع أقوى الشركات. للتواصل الاتصال على